السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب في الدرس الجديد من دروس الافلام التعليميه لماده الاحياء في الصف الحادي عشر العلمي سوف يكون عنوان درسنا لهذا اليوم تضاعف الفيروسات من القسم 5 2 مؤشرات الاداء لهذا الدرس يصف الفيروس لاقم البكتيريا المؤشر الثاني يلخص مراحل الخمسه للدوره الحاله المؤشر الثالث يقارن بين الدورة الحالة والدورة الاندماجية عند تضاعف الفيروس المؤشر الرابع يميز بين الفيروس لاقم البكتيريا والفيروس الأولي حفز أمامك هذا الشكل ماذا تلاحظ على هذا الكائن؟ وقارن بين شكل هذا الكائن وما تم دراسته من تركيب فيروس الـ HIV أو فقدان المناعة عند الإنسان لاحظ أن هذا الكائن أو هذا الفيروس يمتلك محفظة بروتينية عشرينية السطوح وبداخلها مادة الوراثة وهما المكونان الأساسيان لتركيب الفيروسات وظهرت أشياء جديدة في هذا الفيروس لم تكن موجودة في فيروس الـ HIV أو فقدان المناعة المؤشر الأول يصف الفيروس لاقم البكتيريا سيكون أمامك فيلم تعليمي قصير المطلوب منك متابعة الفيلم استنتاج شكل الفيروس تحديد دور بعض أجزاء هذا الفيروس لاحظ شكل المحفظة البروتينية ولاحظ تغير هذا الشكل عن فيروس HIV هذا الفيروس يسمى لاقم البكتيريا يتطفل على البكتيريا إيكولاي الموجودة في أمعاء الكائنات الحية وأمعاء الإنسان لاحظ ثبات هذا الفيروس على جسم العائل السطح الخارجي انتبه للتغيرات التي يحدثها الفيروس في جسم العائل وماذا يحدث في المادة الوراثية لهذا الفيروس يحقن إلى داخل جسم العائل ولكن الغلاف والمحفظة يبقيان خارج جسم العائل وصف لهذا الفيروس الذي يدعى بلاقم البكتيريا انتبه للمحفظة التي تتميز بأنها عشرينية السطوح، إذا وجود المحفظة البروتينية، وداخل المحفظة يوجد الحمض النووي لهذا الفيروس، ظهور أجزاء جديدة لم تكن كانت موجودة في فيروس الـ HIV، منطقة الرأس، فيه تتجمع المادة الوراثية، وجود منطقة سفلية تسمى الذيل، تتكون من غلاف، هذا الغلاف تذكر قد يكون موجود في بعض الفيروسات وقد يكون غير موجود في بعض الفيروسات لانه كان اساس التصنيف، ايضا ظهور صفيحه قاعدية في اسفل الذيل ووجود خيوط دقيقة تسمى الخيوط الذيلية. وقد انتبهت في العرض الفيلم ان كل جزء مستخدم في هذا الكائن. الحمض النووي هو مادة الوراثة التي تحكم في جسم العائل. المحافظ البروتينية هي التي تحفظ الماده الوراثيه الغلاف او الذيل هو المنطقه التي لها القدره على الانقباض لتدفع الماده الوراثيه من منطقه الراس الى داخل جسم العائل الخيوط الذيليه هي الاماكن التي تتثبت فيها الفيروسات على اجسام العوائل التي تتطفل عليها ولكن ما العلاقه بين الخيوط الذيليه و السطح الخارجي لجسم العائل هناك علاقه وثيقه ان سطح الخارجي لجسم العائل يوجد عليه مستقبلات اذا تناسبت المستقبلات اشكالها مع شكل الخيوط الذيليه فان الفيروس يتثبت على جسم العائل ولكن اذا لم يتوافق الشكلان فان الفيروس لا يستطيع التطفل على هذا العائل تقييم المؤشر الاول السؤال الأول ما أهمية المنطقة رقم واحد؟ هذه المنطقة تسمى الذيل وبها الغلاف الذيل انقباضي يساعد على دفع المادة الوراثية من جسم الفيروس إلى جسم العائل السؤال الثاني ما هي المكونات الأساسية التي تدخل في تركيب فيروس لاقم البكتيريا؟ من خلال الشكل انتبه الجواب يكون المحفظة البروتينية التي تحفظ بداخلها المادة الوراثية وهو المكونان الأساسيان لاقم البكتيريا السؤال الثالث ما النتائج المترتبة على حدوث خلل في المنطقة رقم اثنين المنطقة رقم اثنين تدعى الخيوط الذيلية إذا حدث فيها خلل لا تستطيع الارتباط بالمستقبلات الخاصة بها على سطح العائل فلا تستطيع التطفل على العائل، ولا تستطيع ادخال مادتها الوراثيه الى جسم هذا العائل، إذا بعد الانتهاء من المؤشر الأول تبين لنا أن المادة الوراثية والحمض النووي هما الأساسيان، ولالتصاق الفارز بجسم العائل يجب أن تكون الخيوط الذيلية لها شكل يتناسب مع شكل المستقبل على جسم العائل، الآن سننتقل إلى المؤشر الثاني. في هذا المؤشر، سوف تلخص المراحل الخمسة للدورة الحالة. تذكر أن الدورة الحالة هي نوع من أنواع التضاعف الذي يقوم به الفايروس داخل جسم العائل. سيعرض لك فيلم، المطلوب منك متابعة الفيلم، ثم استنتاج خطوات الدورة الحالة. كريات الدم الحمراء داخل جسم الانسان نحن لا نريد كريات الدم الحمراء نريد البكتيريا ايكولاي التي تتميز بانها عصويه الشكل فيروس لاقم البكتيريا يحاول ان يلتصق بسطح الايكولاي عندما يجد المستقبل المناسب يلتصق به ويبدا بغرس الصفيحة القاعدية أو إفراز كمية من الإنزيمات لتحليل الجدار ثم إدخال المادة الوراثية للفيروس التي تسيطر على كامل أجزاء العائل أو تسيطر على DNA العائل وبعدها يتم بناء مكونات الفيروسات الجديدة داخل خلية العائل ثم تنطلق الفيروسات الجديدة بعد أن تجمعت خارج جسم العائل الخطوة الأولى للدورة الحالة نوع من أنواع تضاعف الفيروسات خلية بكتيرية تمتلك مادة وراثية دي إن إيه التصاق لاقم البكتيريا بسطح الخلية البكتير البكتيرية بعد تناسب الخيوط الذيلية مع المستقبلات على السطح الخارجي الخطوة الثالثة إفراز لاقم البكتيريا نوع من أنواع الإنزيمات يحلل الجدار البكتيري ثم يضغط على الذيل ليدخل الماده الوراثيه الى داخل الخليه البكتيريه الخطوه الثالثه الماده الوراثيه للخليه البكتيريه للخليه للفيروس يقوم بالسيطره على الخليه البكتيريه ويستغل الخليه البكتيريه في انتاج محافظ او اجزاء البكتيريا اجزاء الفيروسات او انزيمات الفيروسات او الماده الوراثيه للفيروسات ولكن بشكل متفرق الخطوة التي تليها تجمع أجزاء الفيروسات لتكوين لاقمات البكتيريا الجديدة بعد عملية التضاعف الخطوة الأخيرة الإنزيمات المستخدمة في تحليل الجدار في الخطوة الأولى هي نفسها التي تحلل الجدار الخلوي للعائل إيكولاي ثم يتحرر الفيروس الجديد المتكون في الداخل هذه الطريقة الأولى للإطلاق هناك طريقة أخرى، قد لا يتحلل الجدار البكتيري، يضغط الفيروس على الجدار والغشاء ويندفع إلى الخارج، إذا كانت هذه الطريقة لانطلاقه من الخلية البكتيرية، فإنه يسحب معه جزء من الغشاء ليكون ما يعرف بالغلاف، لهذا كان أساس التصنيف وجود الغلاف أو عدم وجود الغلاف، إذا في حالة تحلل الخلية البكتيرية وخروج الفيروسات، الغلاف لا يتكون. ولكن في حالة أن الفيروس يدفع الغشاء الخلوي للخلية البكتيرية فإن الغلاف يتكون وبهذه الطريقة تتحلل الإيكولاي ولا يبقى شيء منها فتعرف فيروسات الدورة الحالة بأنها فيروسات فتاكة لأنها تفتك بخلية العائل وتدمرها بأكملها تقييم المؤشر رقم اثنين السؤال الأول لخص المراحل الخمسة للدورة الحالة المرحلة الأولى الالتصاق ثم حقن المادة الوراثية، المرحلة الثانية سيطرة الحمض النووي للفيروس على الحمض النووي للبكتيريا وبناء أجزاء الفيروسات المتفرقة، المرحلة التي تليها تجميع هذه الأجزاء، ثم آخر مرحلة إطلاق الفيروسات الجديدة المتكونة في الدورة الحالة، السؤال الثاني صف ما يحدث في الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم واحد: استغلال أجزاء العائل لتكوين أجزاء الفيروسات المتفرقة من محافظ وإنزيمات وأحماض نووية، السؤال الثالث: لماذا الفيروسات الناتجة من الدورة الحالة تسمى بالفيروسات الفتاكة؟ الجواب: عند انطلاقها من خلية العائل فإنها تفتك بالعائل وتدمر العائل بأكمله نتيجة تحلل الجدار والغشاء الخلوي للعائل. التقويم الختامي للقسم خمسة اثنين أمامك الأشكال المعروضة التي تبين الدورة الحالة السؤال ما المميزات التي تساعد الفيروسات على عملية التطفل مع تحديد أهم خطوة على الشكل جواب هذا السؤال يكون أن الفيروسات تمتلك خيوط ذيلية أو أجزاء تساعدها على الالتصاق بجسم العائل في مواقع محددة أيضا هناك إنزيمات تساعدها في تحليل الجدر البكتيرية وأغشية الخلايا، أيضا تتميز بوجود مادة وراثية لها القدرة على السيطرة على جميع أجزاء خلية العائل، تحديد أهم خطوة على الشكل، أهم خطوة من مراحل الدورة الحالة هي حقن المادة الوراثية للفيروس داخل جسم العائل ثم السيطرة على جسم العائل. وفي نهاية القسم خمسة اثنين انتهينا من وصف الدورة الحالة أتمنى أن ينال إعجابكم وأتمنى أن استفدتم من المعلومات المعروضة في هذا الدرس التعليمي وإن شاء الله سوف نوافيكم بدروس تعليمية جديدة في حلقات أخرى بإذن الله والحمد لله رب العالمين